اليوم الطاغيت الشام بشار الكيماوي عامل مؤتمر بالشام، هو والمجرمين تبعيتهم بروسيا ولا الصين ولا إيران، هذول كلهم شلة إجرام قتلونا وهجرونا وشردونا بالخيام هاي وبالجبال. نحن على أساس ما نرجع، يعني لا في دول ضامنة لا في منظمة ضامنة أمانتنا نحن إذا رجعنا. نحن إذا بدي يرجعونا هنو نفسهم اللي هجرونا اللي قتلونا الظالمين، على أساس إحنا من نرجع؟ نحن لا يمكن نرجع وطاغية الشام موجود بشار الأسد الكيماوي اللي ضربنا بالطيران وهجرنا وضرب أولادنا، وأنا عمل لعاها مستديمي بقدمي هون. لا يمكن نرجع لا أنا ولا غيري ولا أسرتنا ولا كل المهجرين لعند هذا الطاغية، لا يمكن لا يمكن أبدا. طبعا هم الذين قتلوا ودمروا واليوم يأتوا لنا في العودة، كيف يتسنى لنا العودة في ظل هذا النظام الجاسم على صدور الجميع؟ لا ثم لا. يسمى المؤتمر هاي مهزلي وليس مؤتمر، هاي مهزلة يقودها النظام روسيا مشان انه رجعوا الناس. هل معقول يعني اي عاقل يعرف انه اللي ذبحك هو راح يرحمك؟ هاي حكي مرفوض اكيد، نحن ضد هالكلام هذا. ومين مسؤول عن موضوع الضامن؟ روسيا هي اللي عم تضربنا بالطيارات وهي دعمته لبشار الاسد، فنحن رافضين هالكلام هذا قولا قطعيا يعني.